هنبدأ المحاضرة الثالثة من مادة مراجعة النظم الإلكترونية، واللي هنتكلم فيها عن الفصل الخامس في الجزء الثاني بعنوان برامج المراجعة الإلكترونية. نظم تشغيل البيانات باستخدام الحاسب الآلي عندي نوعين. النوع الأول هو نظام التشغيل في مجموعات، والنوع الثاني هو نظام التشغيل الفوري. هنعرف دلوقتي الفرق بين نظام التشغيل في مجموعات ونظام التشغيل الفوري من خلال مقارنة بسيطة بينهم. نمسك أول نقطة للمقارنة من حيث الفجوة الزمنية. هنلاقي أن نظام التشغيل في مجموعات في فجوة زمنية بين وقت حدوث المعاملات ووقت تشغيلها، لكن نظام التشغيل الفوري لا توجد فجوة زمنية. النقطة الثانية وهي الاتصال بالحاسب. هنلاقي من حيث الاتصال بالحاسب فنظام التشغيل في مجموعات يكون الاتصال أثناء التشغيل فقط، ولكن نظام التشغيل الفوري فالحاسب يكون متصل بشكل دائم. والنقطة الثالثة فهي فعالية التشغيل. من حيث فعالية التشغيل هنلاقي نظام التشغيل في مجموعات من الممكن تأجيل معالجة بعض المعاملات لحين اكتمال المجموعة، وقد يحدث تأخير في المعالجة وبصفة خاصة في حسابات العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض فعالية التشغيل. أما في نظام التشغيل الفوري فكل المعاملات يتم معالجتها فور حدوثها، ولا يوجد أي انتظار في المعالجة، وتكون فعالية التشغيل أفضل من نظام المجموعات. رابعا وسائط التخزين. من حيث وسائط التخزين نجد أن نظام التشغيل في مجموعات يتم استخدام وسائط التخزين التي لها خاصية التتابع في الوصول إلى البيانات، بينما نظام التشغيل الفوري يستخدم وسائط التخزين التي لها خاصية الوصول المباشر. ننتقل للنقطة التالية وهي أنواع الملفات المستخدمة في التشغيل الإلكتروني للبيانات. أول نوع من أنواع الملفات وهو الملف الرئيسي. يتكون هذا الملف من مجموعة من السجلات التي لها طبيعة الاستمرار، ولذلك يجب أن تكون سجلات هذا الملف حديثة دائما بحيث يمكن استخدامها لإعطاء بيانات صحيحة كلما تم التشغيل. ويحتوي الملف الرئيسي على البيانات المحاسبية، ومن أمثلة الملفات الرئيسية الملف الرئيسي لحسابات الأستاذ العام والملف الرئيسي لحسابات الأستاذ الفرعي. ويتم تعديل القيم الموجودة في الملفات الرئيسية، وذلك من خلال المعاملات التي تمت، وهناك نوعين من المعاملات التي قد تتم على الملف الرئيسي، وهي الرجوع إلى الملف الرئيسي كمرجع أو تحديث الملف الرئيسي. النوع الثاني من أنواع الملفات وهو ملف المعاملات. يحتوي هذا الملف على السجلات المستخدمة في تغيير أو تعديل البيانات الموجودة في الملف الرئيسي، ومنها على سبيل المثال أوامر البيع التي تستخدم في تحديث حسابات العملاء، أذون استلام المخزون والتي تستخدم في تحديث حسابات المخزون، أذون النقدية المحصلة والتي تستخدم في تحديث حسابات كل من العملاء والإيرادات. النوع الثالث من الملفات وهو الملف الانتقالي، وهي عبارة عن ملفات يتم إنشائها من ملفات المعاملات، وذلك بمجرد حدوث أي تشغيل عليها يؤدي إلى تغييرها. ومن أمثلة هذه الملفات الأصناف المنصرفة من المخازن مع أسعارها مأخوذة من ملف الأسعار الرئيسي. النوع الرابع من الملفات وهو الملف الدليل. يقوم بتخزين البيانات التي تستخدم كمعيار أو دليل. ومن أمثلة هذه الملفات ملف برنامج الأجور والذي يتم تخزين معدلات الضرائب عليه، ملف قوائم الأسعار المنتجات والتي تستخدم في إعداد فواتير البيع، ملف تخزين قوائم الموردين المصرح بالتعامل معهم، ملف تخزين الموافقات الممنوحة من قسم الائتمان في حالة البيع الآجل. نيجي للنوع الأخير من أنواع الملفات المستخدمة في التشغيل الإلكتروني وهو ملف الأرشيف. يحتوي هذا الملف على السجلات للعمليات التي قد تمت فعلا والتي يمكن استخدامها في المستقبل كدليل. ومن أمثلة ملف الأرشيف سجلات الأجور عن الفترة السابقة، مذكرات إعدام الديون على العملاء. بعد ما عرفنا أنواع الملفات وعرفنا أن عندي 5 أنواع من الملفات، سننتقل للنقطة التالية ونتناول العمليات التي تتم على هذه الملفات. هناك 4 عمليات تتم على الملفات. العملية الأولى وهي عمليات الفرز، ويقصد بها استدعاء محتويات الملف في تتابع، وتتم عملية الفرز غالبا بالأشرطة الممغنطة أو على القرص الممغنط. العملية الثانية وهي عملية دمج الملفات، ويقصد بها
أن ملفين أو أكثر لهما نفس التتابع تم ضمهما في ملف واحد. وهناك شكلين من الدمج، وهما دمج ملفين مثل دمج ملف المبيعات طبقا لمناطق البيع في ملف واحد. النوع الثاني وهو دمج سجلين مثل دمج سجلات المخزون مع سجلات التكاليف لكل صنف من أصناف المخزون، وذلك عند القيام بعملية تقييم المخزون. العملية الثالثة التي تتم على الملفات وهي المقارنات. يتم مقارنة ملفين أو سجلين، ومن أمثلة ذلك مقارنة ملف أوامر الشراء مع أذون البضاعة الواردة، مقارنة ملف فواتير البيع مع أذون شحن البضاعة. وننتقل بعد ذلك إلى العملية الأخيرة من العمليات التي تتم على الملفات، وهي عملية البحث. قد يتطلب الأمر البحث في السجلات التي تحتوي على بيانات معينة، وذلك من أجل الحصول على معلومات معينة. ومن أمثلة ذلك البحث في دفاتر الأستاذ عن السجلات ذات الأرصدة المدينة لرقم معين أو حد معين.